تشديد إسرائيلي خانق على منطقة الخليل بعد أحداث اختفاء الإسرائيليين الثلاثة في 12 من يونيو الجاري، والتي اعتبرت أوسع عملية انتشار في الضفة الغربية منذ انتهاء الانتفاضة الثانية في عام 2005. هذا التشديد وجه ضربة شديدة للاقتصاد الفلسطيني الهش بعد حرمانه من منطقة الخليل التي تشكل ربع اقتصاده. مثل ما هو معروف أنه محافظة الخليل حرمت من التصاريح، تم سحب التصاريح الخاصة بالتجار وأيضا للعمال، منعت من السفر إلى خارج فلسطين، أيضا هناك إغلاقات لا تسمح بالمرور لأهالي محافظة الخليل من وإلى الضفة الغربية، وبالتالي هذا كله أدى إلى خسائر اقتصادية يصعب حصرها، ولكن هي تقدر بعشرات ملايين الشواكل يوميا. وتعتبر منطقة الخليل مركزا تجاريا مهما في الضفة الغربية، كبد إغلاقها الاقتصاد الفلسطيني خسائر تجاوزت 100 مليون دولار، وتشهد أسواق وشوارع المدينة الهدوء، الأمر الذي ترك التجار يحصون خسائرهم، أما السكان الآخرون فهم قلقون بشأن مستقبلهم. بكل تأكيد الاعتداء أثر سلبياً على الحركة الاقتصادية التجارية في البلد، وأصبحت البلد يعني الوضع الاقتصادي فيها لا يطاق ولا يستطيع أحد أن يتحمله. الزيارات اللي بيعتمد عليها تجار الخليل من خارج الخليل، من مواطنين من الداخل الفلسطيني وأيضا من المحافظات الأخرى، أثر بشكل كبير، إضافة إلى أيضا المحافظات وأيضا القرى المحيطة في الخليل. يعني هاي التسكيرات أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، وهناك خسائر كبيرة. وتعاني السلطة الفلسطينية من انخفاض الإيرادات من الضرائب والجمارك وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وجاءت الأزمة الأخيرة لتزيد الطين بلة على الاقتصاد الفلسطيني المتهالك.